وارجع بدمع الندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. شعارنا خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك، تعال يا إنسان. بحر الفتن غدار، خايف عليك من النار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور، سبقت رحمته غضبه من قبل الخلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب، اللهم تب علينا جميعا، يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. أحمده سبحانه حمد القانع الشكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفى. أما بعد، عباد الله، ونحن في هذه الأيام الطيبة نتوقف عند نقطة تحول من الضلالة إلى الهدى، ومن الظلام إلى النور، ومن ضيق الصدر إلى اتساعه وانشراحه، ومن اضطراب القلب إلى طمأنينته. فمن منا يريد ذلك؟ تحت عنوان نقطة التحول حفل الجامعة للطالبة والطالبات، للإخوة والأخوات. أنا عارف أن حياة الجامعة فيها ما فيها من الملذات، وكل يبحث عن تنمية المواهب والقدرات. وإني لأحدثكم اليوم عن توبة شاب تاب إلى الله سبحانه وتعالى بسبب حفل جامعة. كان حفل معمول لدكتور من الدكاترة وأستاذ من الأساتذة في كلية التجارة، وعلى المسرح خرج هذا الشاب ليعلن موهبته أمام الناس. وهذه الموهبة أيها الأحبة كانت موهبة الغناء. فوقف الشاب أمام أحد الأساتذة كما يفعل الطلبة والطالبات للمدرس في آخر السنة، عشان يديهم منحة من سؤال أو شيء، أو يخفف عنهم بعض الأشياء من المقررات. فوقف الشاب على المسرح وهو يعلم تماما أن الأستاذ الدكتور لا يحب الأغاني ولا الموسيقى، لأنه كان يعرف أنه صاحب خلق، كان دكتور محترم. إذا دخل إلى المدرج يفصل النساء أو البنات عن الشباب، أو يجعلهن في نهاية المدرج، ويكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على الشاشة الإلكترونية. فعلم الشاب أن هذا الأستاذ لا يحب الغناء والموسيقى، فبدأ يجعل في عقله وخاطره تمثيلية يقترب بها من الدكتور، وفي نفس الوقت يحقق ما يريده من أمنيته أمام الناس. وهذا الشاب في الأصل كان يحسبه الناس على الخلق، لكن بسبب كلام أحد أصدقائه ضل الطريق. كان يقرأ القرآن ثم يعرج من غير موسيقى إلى دندنة، فيقول له أحد أصدقائه: أنت صوتك أجمل في الغناء. فانساق خلفه لمدة شهرين، ولم يكن هناك أكثر من هذين الشهرين. فصعد إلى المسرح في آخر السنة ليجامل الدكتور، فبدأ يغني أغنية كانت لمغني مشهور، عاطفية كما يقولون. فغنى جانا الهوى جانا بصوت يحسبه الناس ندية، فصفق الحضور. ولكن الدكتور التفت بكرسيه عكس هذا الذي يغني وأعطاه ظهره، ثم قال هذا الشاب لمن حضر: إيه رأيكم، سمعتم أغنية عاطفية؟ طب أنا هسمعكم شيء من الأغاني اللي كانوا بيسموها أغنية دينية. وبدأ يقول لهم: عالتوتة والسقية، ألمح كل يوم عصفور، فرحان يغني للندى والنور. فبدأوا يصفقون لأنها لمطرب مشهور، ولكن الدكتور أيضا لا يعجبه ذلك الأمر. ولكن هذا الشاب كان يخطط في عقله شيئا، فبدأ يقول للطلبة ويعلم من أمامه: إيه رأيكم، سمعتم أغاني عاطفية؟ وسمعتم حاجة بيسموها أغاني دينية؟
اسمعوا ما يسمى بالدعاء أو الابتهال أو الحداء. فبدأ يقول: غربتي نجوى ونيران شوك وأسى باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل، فإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. الدكتور كأنه رضي عن المسألة الأخيرة، فالتفت قليلا، وهي قصة حقيقية ورب الكعبة. ثم قال هذا الشاب للناس: إيه رأيكم؟ سمعتم العاطفي وسمعتم الأغاني الدينية وسمعتم الابتهال، ما رأيكم أن تسمعوا هذا الحداء؟ وبدأ يقول: القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن، أولى بنا أن نرعوي أولى بنا لبس الكفن، أولى بنا قتل الهوى في الصدر أصبح كالوثن، فنامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن، إما إلى دار الجحيم أو الجنان جنان عد، أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن، فلما التملك والخداع لما الدخول على الفتن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن، القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن. القلب ينشط للقبيح، فبكى الشاب وهو يتكلم، القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن، أولى بنا سفك الدموع أولى بنا جلب الحزن، أولى بنا أن نرعوي أولى بنا لبس الكفن، أولى بنا قتل الهوى في النفس أصبح كالوثن، فأمامنا سفر بعيد بعده يأتي السكن، إما إلى نار الجحيم أو الجنان جنان عدن، أقسمت ما هذه الحياة بها المقام أو الوطن، فلما التملك والخداع لما الدخول على الفتن، بينا يدبر للأمين أخو الخيانة مؤتمن، بينا يدبر للأمين أخو الخيانة مؤتمن، تبا لهم من معشر ألفوا معاقرة الفتن، تبا لمن يتملكون وينطوون على دخن، تبا لهم فنفاقهم قتل الطخل وجه الحسن، تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن، فالقلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. فتعجب الدكتور من هذا الترتيب: غناء عاطفي، ثم كما يسمونه غناء ديني، ثم ابتهال ونداء، ثم حداء، القلب ينشط للقبيح. ثم قال الشاب: من يستطيع أن يفعل هذا يفعل هذا ويفعل هذا، ما رأيكم أن تستمعون إلى أجمل ما تسمعون كلام الله سبحانه؟ ثم تلا قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فبكى الأستاذ وبكى الشاب وصمت المدرج. قصة حقيقية كانت في كلية التجارة، إنها قصة توبة من شهرين انحرف الشاب عن طريق الله بسبب نصح لأخ له
فوقف على المسرح يقول: بعتذر لك يا أبا بكر، أفعل ذلك وأفعل هذا وأستطيع، لكن القرآن الكريم فيه الحياة. إنها قصة توبة لي شخصيا. كلية التجارة في سنة من السنين، ما أنا خريج كلية التجارة في الأول، ثم سافرت إلى السعودية ودرسنا في الجامعة الإسلامية، وعدنا فدرسنا المعهد الدعاء هنا في مصر عشان الكرنيه. ويعني بقول لكل طالب، كل فتاة، الواحد بيقدر يعمل حاجات كتير، ونعم الله على الإنسان ممكن. أنا اشتهرت بكرة القدم في الصغر، حتى أن جالي ناس من أعضاء نوادي كتيرة جدا أن احنا نلعب معهم، وما زلت أمارس هذه الهواية مع الكابتن عماد النحاس والكابتن حسين ياسر. نقدر نعمل حاجات كتير. وعلى فكرة أنا في الرسم أستطيع أن أرسم الشخصيات اللي قدامي، ولكني قرأت أحاديث عن النبي أنها حرام. وفي الشعر أكتب أحيانا بعض الأشياء التي أقولها، فقد استخدمت هذه المواهب لطاعة الله، أحسب نفسي كذلك. لكن عاوز أقول لكل طالب وكل فتاة، لأن بعض الناس أقسم علي أن أقول القصة دي، فأنا قلتها وبقول لكم: اللي يقدر يغني يقدر يقول ده ويقول ده ويعمل ده ويعمل ده، بس نوجهها للحلال أحسن. ربنا سبحانه وتعالى كلام واضح يقولنا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما قلت الكلام ده على المسرح، فالدكتور قال لي: تعالى أنت عملت كده ليه؟ قلت: والله قمت لأنافقك، وعملت التمثيلية ديت فوقع ما فعلت في قلبي. أعاهدك يا دكتور إن آخر حاجة قلناها النهاردة هي هتبقى أول حاجة في حياتي. فقال لي: اسمك إيه عشان أنجحك؟ قلت له: والله أنا شاطر في مادتك وبجيب فيها امتياز. قال لي: ما تطلمتش لسقطك. وضحك الناس وضحكنا، وجلست معه في مكتبه رحمه الله لأنه قد مات. أيها الأحبة الكرام، إنها نقاط تحول. يا ترى مين يستفيد منها؟ يا ترى مين يقف على الخير اللي فيها؟ أوعى حد أبدا ينسى أي نقطة تحول، وإن كانت بسيطة وإن كانت صغيرة. يا أخوانا والله إحنا عاوزين نتعلم حتى من هدهد، من طير من الطيور، من العصافير اللي على الشجر. ممكن نتعلم من النظر للشجر: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما يلا نخلي القلب ينشط كما كان ينشط للقبيح من الأغاني والموسيقى والأفلام والمسلسلات والكليبات. لماذا لا يجعله ينشط للحسن دائما، للحسن؟ إيه رأيكم في نقطة التحول لما الإنسان يشعر بعدها بالراحة، ويشعر بعدها أنه ملك الدنيا بمن عليها وبمن فيها؟ حبيبي، فعلا شعار لابد أن أضعه بين أيديكم: خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك للقرآن، خايف عليك وعلى نفسي من غضبة الرحمن. فتعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام الحبيب النبي في قناة الرحمة. يا حيران يا طالب ويا طالبة، أخي الحبيب وأختي الطيبة، اوعى أبدا حياتكم الجامعية تنسيكم طاعة الله ولا طريق رسول الله محمد. وإن كنت قد ضاعت منك شيء من المواهب، ما تزعلش، ما تحزنش، ربنا هيعوضك، بس إن وخير ويمشي على طريق النبي. أحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خايف علي من غضبة الرحمن، خايف علي من وسوسة الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن، خايف علي. تعال يا إنسان.
بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم وارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطان واسمع كلام النبي، في الرحمة يا حيران، في الرحمة يا حيران.